هنا في منطقة الرواقد بأعالي مرتفعات جبال بلدية ولاد عوف بولاية باتنا، يقضي الفلاح عيسى والناس يومياته، أين يقوم بمختلف الأعمال. وهذه الأيام يقوم بالحصاد اليدوي متحديا إعاقته التي لازمته منذ أن كان رضيعا جراء حادث منزلي. ويمرضين الدين فوسينو هاك تشوف لازقين العبد وتسعى لي الزنفة تسالي زامها والغريشة المدخول أبدا المدخولين وصغيرين غيرين ويش نفوس تمعور هاما وهاك تشوف مجرغ تزمغ نكرز انت كلش. تربية النحل وغرس الأشجار مجالات عديدة اقتحمها الفلاح عيسى رغم الإعاقة وقلة الإمكانيات. جرغ سويحة هاي طليها السروثة وين راك تشوف ذا قليل سجور ذا لكن المشكل نغلمان كعدو لي شو مان يسمى تاوي سيتيرنا سيتيرنا ذا تاوي غتيت سميتين الف هاش كترا إذا ميرا ذا يسي سجورات وسيغن سودين هاك تشوف ربي يبارك أبريد ومان تري سيتين شنو كنا قلي غريا مان ذو الدين متى يرقو حنسير قيمة الخدمة غدا وإذا قطعت عيني خفا ونخير خيرنا نوهو ذروح التوتة ودروا ودسة برستو بطغطس غدا غنصابوات. فلاح نشيط عين عن الكثيرين ممن رفعوا التحدي لأجل توفير ما تحتاج أسرتها رغم صعوبة المهمة هنا بهذه المناطق النائية.